وحده المفروض. متى يخلص الحركه؟ لا لا هي شو اسمها دميتك؟ احنا اليوم بالمسرح الوطني اللبناني وجمعيه الفنون عم نقدر نعمل مبادره انه نجيب اهلنا الاطفال والشباب من المناطق الحدوديه، نقدر ننسيهم الحرب ونقدر نعمل لهم ورش تدريبيه ونشوف مواهبهم، ننمي قدراتهم. هذا الضغط النفسي اليوم اللي عم بشوف الاطفال، اليوم الفنون بحاجه انها تكون عم تبلسم لهم جراحهم. خروف فعم نقدر من خلال باص الفن الجوال نجيبهم من المدارس الموجودين فيها، نقدر نعملهم ورش بالمسرح بالدمى بالحكواتي بالتصوير، وشفنا الكثير من المواهب الموجودة عندهم. عم نشوف قديش الحرب قدرت تتأثر على ذاكرتهم وعلى مخيلتهم، وعم يقدر يفرغوا هذا الوجع وهذا الغضب من فقدانهم لمنازلهم وظروف الصعبة اللي عم يعيشوها. جايين من منطقة طهيرة، نسحين على منطقة برج الشمالة. جينا اليوم نتعلم، انه جينا اليوم عملنا أنشطة، تعلمنا كتير أشياء مثل انه كيف نصور، صرنا كيف نرسم، تعلمنا الموسيقى والمسرح وهيك.